وهنا لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لأن هو ده. أنا عايز أقول لكم مش سهل أبداً إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده، أنا بتكلم بجد يعني. وده شكل من أشكال يعني المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة. أنا بقول الكلام ده للمصريين كلها عشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، وإحنا أشقائنا يعني أشقائنا في الخليج دايما جنب مننا يعني. لكن أنا بسجل هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع ده، لأن كان الظرف الاقتصادي بقاله 4 سنين صعب في مصر، بقاله 4 سنين صعب في مصر، سنتين أزمة كورونا. وطبعا لما بنيجي نقول الكلام دوت يمكن يكون مش وقته يعني ان احنا نقوله في الاحتفال الجميل ده، لكن بس انا حبيت انوه عنه.